بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو بالليل هيكون مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة كمان أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وكمان في فرص لأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين ومرسى علم. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. وخلاص إحنا فلكيا يعني بدأنا النهاردة أو مبارح بالتحديد فصل الشتاء بشكل رسمي، وبدأ يكشر عن أنيابه، فطمنينا عن حالة الطقس خصوصا أن في أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة في مناطق كتير في مصر. بالفعل احنا بدأنا رسميا بداية فصل الشتاء بالأمس، وبدأنا نحس بانخفاض درجات الحرارة. اليوم هتزداد فرص وكميات الأمطار مع استمرار طبعا انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وده بسبب تعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وأيضا كتل هوائية شمالية من على سطح البحر المتوسط هيعملوا على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم على شمال البلاد. السحب المنخفضة والمتوسطة دي هتحجب جزء من أشعة الشمس وتحد من تأثير أشعة الشمس، بالإضافة كمان إن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها، فنحس بالأجواء الشتوية اللطيفة تماما خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، أجواء معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار. العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار هتراوح ما بين 19 و 20 درجة مئوية، فده طبعا انخفاض ملحوظ خلال فترة النهار. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، الأجواء هتكون أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية. أيضا اليوم فرص الأمطار وكميتها هتزيد على المناطق الساحلية وتحديدا في سواحلنا الشمالية الغربية، فرص الأمطار اليوم عليها أمطار متوسطة هتكون على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط زي مطروح والإسكندرية، شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ. الأمطار أيضا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية زي دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، وتمتد كمان لجنوب الوجه البحري. الأمطار الخفيفة اللي قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري زي طبعا المنوفية والغربية والشرقية وبعض المناطق من الدقهلية، كمان الأمطار هتمتد للقاهرة الكبرى، هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن ومناطق كمان من شمال الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر. فإحنا عندنا أغلب المناطق الشمالية إلى شمال الصعيد متعرضة لسقوط أمطار هتكون متفاوتة الشدة، كمان جنوب محافظة البحر الأحمر. الأجواء دي هتستمر معانا غدا الجمعة إن شاء الله، مستمر معانا فرص سقوط الأمطار المتفاوت الشدة على شمال البلاد واستمرار انخفاض درجات الحرارة. احنا خلاص بدأنا فصل الشتاء وبدأ يستمر معانا انخفاض درجات الحرارة. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا بسرعة نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على أغلب المحافظات، وهنبتدي بالقاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 21-14، اسكندرية 19-15، العالمين الجديدة 21-14، مطروح 18-15، دمياط 21-14، بورسعيد 20-14، الإسماعيلية 21-12، السويس العظمى فيها 22 والصغرى 13، العريش 20-14، كاترين 19-3، طابة 19-16، حلايب 23-18، شلاتين 25-19، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 23-17، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 14، بني سويف 21-13، الوادي الجديد 23-11، أسيوط 21-12، سوهاج 22-12، قنا 23-13، الأقصر 24-13، أسوان العظمى فيها 24 والصغرى 13.
كده عرفنا حالة الطقس النهاردة عاملة ازاي، وكمان درجات الحرارة ناخد بالنا ان احنا خلاص بدأنا في فصل الشتاء، مش هنخفف ملابسنا تاني حتى لو كان الجو الصبح بيكون شوية معتدل او في نوع من الدفء، وناخد بالنا كمان على الطرق المختلفة، في شبورة وبيكون في امطار من خفيفة لمتوسطة، نبعد عن اي اماكن لتجمعات المياه، ونبعد عن اعمدة الانارة باكبر قدر ممكن. نرجع مرة تانية لشاذلي ونكمل معاه باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لجو.